تحية عطرة أزفها لكم أعزائي المشاهدين من قناتكم قناة الوطن الجزائرية ومن حصتكم حصة زينة الحياة. هذه الحصة الأسبوعية لعودتكم كل أسبوع للتناول مواضيع متعلقة بصحة الأم وابنها وذلك منذ المراحل الأولى من تكون الجنين إلى سن المراهقة. موضوعنا لنهار اليوم سوف يكون حول الطفح، الحفاضات أو ما يسمى بالتهرية. أسئلة عديدة رايحين نحاول الإجابة عنها كالعادة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. طفح الحفاض أو التهاب الجلد الحفاضي هي مشكلة تتطور على الجلد نتيجة لبقاء الجلد رطباً لمدة طويلة، احتكاك الحفاض وملامسة الجلد للمواد الكيماوية الموجودة في البول والبزاز، إذ يصبح الجلد أحمر اللون متقرحاً يسبب إحساساً بالحرق والتقريص ويبدو كأنه تعرض للحرق. وبالرغم من أن طفح الحفاضات يشكل حالة مثيرة للضيق وغير مريحة إطلاقا، إلا أنه يدل بحد ذاته على وجود مشكلة صحية أو حالة مرضية حادة. وطفح الحفاضات هو أحد مشاكل الجلد المنتشرة بين الأطفال والرضع، لكنه قد يظهر في أي مرحلة عمر لدى وجود حاجة كاستخدام الحفاضات أو الملابس الداخلية الواقية. ويظهر الطفح الحفاضي لدى الأطفال غالباً في سن 9 أشهر حتى السنة. ويظهر طفح الحفاض لدى الذين ينامون لفترات طويلة دون أن يستيقظوا، إذ يحصل التلامس بين الحفاض وبين الجلد لفترات زمنية متواصلة. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نذكركم بأن موضوع اليوم هو طفح الحفاضات أو ما يسمى بالتهرية. للتواصل معنا ما عليكم إلا زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/زينة الحياة. كالعادة نرحب بضيوفي الكرام. أهلا بك دكتور يونس قدادة. شكرا لك أخت أمال، نرحب بالحضور الكريم ونرحب بالسادة المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا، ونتمنى نقضي معاً أوقات مفيدة وممتعة إن شاء الله. دكتور أهلا بك زميلتي ليندا. مرحبا بك أمال، ومرحبا لكل متتبعي وأوفياء برنامج زينة الحياة. أهلا بك. أهلا بك سيدة عقيلة غرزولي الإخصائية النفسية. مرحبا بكم ومرحبا بمتتبعي زينة الحياة وأوفيائنا. شكرا سيدتي. إذا أول سؤال نوجهه إلى دكتور قدادة. دكتور قدادة، ما هو طفح الحفاضات؟ إذا كما هو واضح من التسمية اللي ذكرتها، هو التهاب يصيب جلد الطفل الرضيع في المنطقة اللي تغطيها الحفاضات. هذا الالتهاب يصيب الرضع بين تقريبا 8 أشهر إلى 12 شهر، كما قلت يغطي المنطقة اللي يصيب المنطقة اللي تغطيها الحفاضات، وهو طفح في غالب الأحيان يكون خفيف، يعني التهاب خفيف يزول في مدة قصيرة، لكن أحيانا يقدر يعطينا بعض المشاكل وبعض القلق بالنسبة للأمهات وبعض المضاعفات اللي تقلق للآباء عموما. سبب كما ذكرت منذ قليل هو استعمال الحفاضات لمدة معينة. هل نستطيع أن نقول أن الرطوبة هي اللي تؤدي إلى هذا الطفح الجلدي الموية أو التهرية؟ طبعا هناك علاقة مباشرة بين الرطوبة اللي تظهر على جلد الرضيع نتيجة استعمال الحفاضات أولا، ثم ثانيا نتيجة احتكاك البراز والبول تاع الرضيع مع الجلد تاعو. هذا يؤدي الى ان المنطقه هذه تولي منطقه رطبه وحساسه وتحدث بها بعض الالتهابات والتقرحات. كذلك هناك اسباب اخرى ربما راح نفصلها في هذه الحلقه. دكتور، هل هناك علاقه بين ازدياد ساعات النوم لدى الرضيع وازدياد طفح الجلدي عنده؟ نفس المبدأ ينطبق على هذا الأمر، لأنه كل ما زاد الكونتاكت بين البول والبراز تاع الطفل مع الجلد تاعو، أكيد هذا سيؤثر ولا يؤدي إلى أنه الطفح هذا يظهر ولا يتفاقم.
دكتور، هنالك بعض النساء ليستعملوا عطور معينة أو مواد أخرى أو حتى ما يسمى عنها بليلانجات، هات المواد هذه كلها هل من شأنها أنها تظهر الطفح ولتزيد من حدة الطفح الجديد؟ هذه كذلك من بين الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا المشكل عند الأطفال الرضع، أننا نستعمل مواد إيريتونت، مواد تؤدي إلى التهابات في الجلد تاع الرضيع. ولذلك ننصح الأمهات أنه يتفادوا استعمال كل هذه المواد اللي فيها كيميائية اللي قادر تؤدي إلى هذا المرض. خلوا غير المواد الطبيعية طبعا. ربما الأغذية دكتور، هل هناك علاقة للأغذية مع ازدياد الطفح الجلدي عند الرضع؟ طبيعة الحال هناك علاقة تقريبا بين أولا طبيعة الغذاء اللي يتغذى به الرضيع، لأنه الأطفال الرضع اللي يتغذوا بالرضاعة الطبيعية ما تكونش عندهم أو ينقص عندهم الطفح هذا ولا الالتهاب. كذلك لما نبدأ ندخلوا الأطفال الرضع نوكلهم الأغذية الصلبة، كانوا يشربوا غير الحليب، فلما نبدأ ندخلوا لهم الأغذية الأخرى الجسم الرضيع يبدأ يفرز في مواد اللي تقدر تفكك هذه الإنزيمات، تقدر تفكك هذه المواد، فهذه الإنزيمات تفرز مع البراز تاعو، ولما تكون في تفاعل مع الجسم تاعو مع الجلد تاعو فتؤدي أحيانا إلى طفح الجلدي. شكرا دكتور. أستاذة عقيلة، هل نستطيع أن نقول إهمال بعض السيدات يعني بين قوسين هو اللي يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي والتهريع عند أطفالهن؟ كما قال الدكتور، طفح الحفاظ أصلا هو السبب تاعه أنه مكوس الحفاظ لفترة طويلة، يعني الطفل يقعد به أكثر من 4 أو 5 ساعات. يمكن أنا لا أستطيع أن أقول إهمال، قد تكون انشغال الأم مثلا في أعمال منزلية أو في أمور معينة تخلي الطفل وتتغافل عليه، حتى أنه تعود الطفل منذ من اللي ينزاد إلى ولفت له تبدل له كل ما يتشمخ، حتى الطفل راح يكون عنده نوع من التحسس إلى يعني حس باللي الحفاظ بدأ يتعمر راح يمد يناليقت لماما يبدأ يبكي باش تبدل له. إذن ما لازمش تخلي يعني الأم طفلها بالحفاظ لفترة طويلة. هذا لاحظته في الروضة، كنت مديرة روضة وين الأطفال الرضع يكونوا عندنا طول أيام الأسبوع لبس عليهم، يعني ما شاء الله تبدلوا المربية وتتهلى فيه كما يجب. مجرد ما يجي تجي عطلة الأسبوع، خاصة إذا كانت عطلة الأسبوع مرفقة بعطلة نهار الخميس مطورة. يعني يروح خميس جمعة وسبت، يوم الأحد لما يرجعوا للروضة حتى المربية تنادي وتقول الأرواح وشوفوا ما الذي حدث لهذا الطفل، وش صار له يعني فهذا كان مع أمه ومشي مع براني. أكيد أنا قلت لهم بالك الأم تكون من شدة انشغالها في هذا العطلة بالمنزل، ولا خاصة الأم العاملة تتغافل على الطفل، على يعني تغيير الحفاظ على حساب صحة الطفل. نحب نقول لك دكتور، هل طفح الحفاظ أعراض جانبية ضارة بالنسبة للرضيع؟ لا، هو عادة يعني عادة قبل ما نجاوب على سؤالك أخت ليندا، ممكن نزيد ونذكر بعض الأسباب اللي يستوجب ذكرها في هذا المقام. تفضل. أحيانا نستعمل بعض الأدوية لمداواة الرضيع نتيجة أمراض معينة، استعمال المضادات الحيوية يؤدي كذلك إلى ظهور مثل هذا الطفح، لأنه المضادات الحيوية تقضي على بعض البكتيريا اللي يكون دورها إيجابي في جسم الرضيع، فتؤدي إلى تشجيع مثل هذا الطفح. أحيانا يتزامن الطفح أو الريتام هذا مع التهابات أخرى، مع أمراض أخرى جلدية كذلك، فيظهر ويتجلى بصورة كبيرة. كذلك نوعية الحفاظات اللي نستعملهم، أحيانا كاين حفاظات يزيدوا يفاقموا الوضع. كذلك لما الأم ما تديرش الحفاظات بصورة صحيحة تزيرهم مليح، فلذلك ما تكونش تهوية للجسم تاع الرضيع، كل هذه العوامل تؤدي إلى طفح الحفاظات الذي هو عادة يكون يعني خفيف وعادي ولا يؤدي إلى مضاعفات. أحيانا في بعض الأحيان يؤدي إلى التهابات ولا تقرحات
تقرحات سير انفيكسيون تاع الجروح، هذه تعالج بأدوية ويرتاح الرضيع إن شاء الله. ودكتور عندما تكون الملابس ضيقة جدا هل يقدر يؤدي ذلك إلى الطفح؟ نفس المبدأ اللي ينطبق على، قلنا أنه لما ليكوشن زيروهم مليح على الرضيع هذا يؤدي إلى أنه الجسم تاع الرضيع ما يتهواش، يبقى رطب مدة طويلة، فيبقى في 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 تفاعل مع المواد اللي يفرزها والأوساخ اللي يفرزها الرضيع، كل هذا يشجع الالتهاب. إذا أفضل شيء أننا نوضع يعني الحفاظ ولكن ما نزيروش، يعني نوضع الحفاظ ما نزيروش، نخيروا حفاظات أكيد الأم مع مرور الوقت تبدأ تشوف وين الحفاظات اللي تناسبها، تغير الحفاظات باستمرار، تخلي طبعا هذا العلاج الامثل اللي ننصحوا به لكن اللي با براتيك مش حاجه عمليه، انه تغتنم اوقات معينه تخلي الطفل يتنفس شويه يتهوى شويه بدون حفاظات، تخليه هكذاك لانه هذا يساعد انه تنشف البشره الجلد تاعو تنشف البشره تاعو ويؤدي الى زوال هذا المشكل. شكرا دكتور، غدا نروح نشوفوا راي الشارع الجزائري حول هذا الموضوع ثم نعود بعد ذلك. كي ما كاينش كيما درك كيما كاينش لي كوش كيما درك، هما هذا الوقت النهار كامل يقعد البيبي بلا كوش مستير على بيه الاخر يتهرد. ما بكري حنايا في الدار كلي ما يخمراني ما تخدمش تنقيه تغسلو تنقيه وتخليش بلا الاخر كي تشمخ لازم تبدلو طرفيلو ديريلو لي برودوي كيما كالي يدير تاع كالي يدير لي بوماد كاين. وزمان كنا حنا زمان ما كناش نديرو هادو لي بوماد وهادو، كنا غير بالطرف تاع الصابون تاع الطرف وميها ونشفو لهم. جينيرالمون لازم بروميامون يتبدل سوفون، لازم نبدلو له سوفون باسكو كتقعد لاكوش هي اللي تضرو. سينا كي تهرى فريمون ما كاش كيما اليوزيناكوز، ندير اليوزيناكوز الحق سي في يقول لك دير الزيت، دير الزيت كامل. سينو دي كريم، دي كريم لي مدوم الميدسان كاين باسكو لا جينيراسيون تاع دوكا خرجوا هاد لي كوش هادو مساكن ملي يديروا لهم الصباح حتى العشيه تسيبيهم متقليين مساكن هادوك الدراري حتى يتهرب كامل. اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، نذكركم بموضوع حلقتنا لنهار اليوم اللي هو طفح الحفاظات أو ما يسمى بالتهريا. إذا دكتور قدادة، هل يمكن أن يظهر طفح الحفاظات اللي هو التهريا بالموازاة مع يعني طفح آخر من نوع آخر؟ طبعا طبيعة الحال في بعض الأحيان يتزامن هذا الطفح ولا يكون من بين المظاهر تاع التهابات أخرى، خصوصا ما يسمى بالديرماتيت أتوبيك اللي هو طفح يصيب كذلك الأطفال الصغار. فمن بين فهذه الديرماتيت أتوبيك تؤدي إلى ظهور طفح في المكان اللي نغطيه به الحفاظات، إذا قادر يتزامن الأمرين معا. دكتور الربو الجلدي هو نفس هذا هو الديرماتيت أتوبيك اللي هضرت عليها يتسمى عنده علاقة بظهور طفح الجلد. يؤدي أحيانا هو نوع من أنواع الالتهابات الجلدية اللي تصيب الأطفال الصغار، لكن الفرق بينتهم أنه في نفس الموضع؟ لا مش في نفس الموضع، يؤدي إلى إصابة في الموضع تاع الحفاظات، لكن الديرماتيت أتوبيك تقيس مناطق أخرى من الجسم. هذا هو الفرق. إذن الديرماتيت أتوبيك تقدر تمد لنا ولا الربو الجلدي، الربو الجلدي يقدر يعطينا صورة من صور طفح الحفاظات. هذا هو. وما هي أسباب هذا المرض دكتور؟ هو السبب الرئيسي اللي والوحيد اللي ذكروه العلماء هي أولا ما هو الديرماتيت أتوبيك سيكوا، هي أنه تكون حساسية مفرطة لجلد الطفل، حساسية للغبرة، حساسية للمواد اللي ذكرنا عليها المواد المطهرة، العطور والصابون والجل. أحيانا عند أشخاص عاديين ما يديرش مشاكل، لكن عند الأشخاص هذول اللي عندهم الديرماتيت أتوبيك يؤدي إلى التهاب في الجلد. كذلك التعامل مع بعض الحيوانات إلى غير ذلك. إذن هذ الأشخاص عندهم حساسية مفرطة لبعض المواد وبعض الأمور تؤدي إلى ظهور التهابات في الجلد. من بين الأماكن اللي تصيبها تصيب المناطق تاع الحفاظات. هل هذا الطفح معدي دكتور؟
هو لا يكون معدي الا في حالات ما اذا ادى الى مضاعفات للسير انفكسيون في هذه الحاله فقط ليكون، اما في الحالات الاخرى فهو غير معدي اطلاقا. دكتور كيفاش يتم تشخيص هذا الطفح او الربو الجلدي؟ التشخيص كما ذكرت هو تشخيص تسمى واضح تقريبا، هو التهابات تظهر في جسم الطفل الصغير نتيجة تعامل ولا ملامسة ولا استعمال بعض المواد. تختلف هذه المواد، قد تكون ملابس، قد تكون منظفات أو صابون أو غبار أو شعر حيوان إلى غير ذلك، كل هذه الأمور تؤدي إلى ظهور طفح يزول، التهاب يزول بزوال السبب. إذن كاين تلازم بين السبب وبين الالتهاب. يعني يمكن يبرى منه الطفل، يعني ما يرافقوش طيلة حياته، يعني لا أبدا يعني يرتاح سيدي بوسي، هما سيدي بوسي يعني نوبات كما يقولون، لذلك سمي أعتقد سمي بالربو لهذا السبب، لأنه نوبات، هناك نوبات تاع إكزيما، سي ان تيب ديكزيما اللي يقيس الجسم بالتزامن مع كل ما تتعامل مع أشياء من هذا النوع يجي هذا لابوسي. إذا لذلك الاحتياطات اللي نستعملوهم ولا اللي نوصي بهم الأمهات والآباء أنه مع مرور الوقت يبدأوا يعرفوا واش هما الأشياء اللي يسببوا هذه الحساسية هذه ولا هذا الالتهاب، يبتعدوا عليهم فيقدر يعيش الطفل عادي. فيما يخص طفح الحفاضات وما يسمى بالتهرية، ما هي المضاعفات اللي يمكنها تكون؟ ذكرنا من قبل منذ قليل أنه طفح الحفاضات عادة يعني في الغالب الأعم هي حالة عادية تستلزم بعض الأدوية الخفيفة تزول في خلال أيام، 3 أيام 4 أيام إلى أسبوع تزول. في بعض الأحيان إذا كان ما كاش ما استخدمناش الأدوية ولا ما كاش متابعة ولا كاين إهمال كما ذكرتم منذ قليل، فأحيانا يتصرد يصير انفكسيون، لأنه الجلد فيه بكتيريا تعشش عليه بكتيريا في كل الجلد تاعنا، إذا كان لقات مدخل تدخل منه ستسبب لنا أضرار كبيرة، أحيانا تقرحات، أحيانا ديزابسي إلى آخره، فتؤدي إلى التهابات خطيرة نوعا ما تستدعي تدخل طبي. شكرا دكتور. الآن مروا إلى فقرة أعطني بطفلك، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا إلى حصتكم زينة الحياة وإلى فقرة اعتني بطفلك. اليوم أستاذة عقيلة جبتينا معلومات حول كيفاش نحبسوا الريوق عند بعض الأطفال. إذن الريوق على ما أظن يكونوا عند ما يكون الطفل راح يسنن، ولكن كاين بعض المرات أنه عنده ريوق بالرغم من أنه سنن ولا مازال ما سننش. بالطبع كاين لما يبدأ الطفل يسنن هذه حالة وين من أعراض تاعها يبدأ يريق، لكن هناك حالات وين الطفل سنن وعنده الأسنان والآخر لكن عنده هذه العادة هي ريوق. المشكلة هي في عضلة الفم وين الطفل ما يتحكمش في هذه العضلة. هاد الأطفال تلقاي دايما فمهم مفتوح، نعم دايما مفتوح وين يبدأ سيلان اللعاب في الجوانب. إذن من النصائح اللي نعطوها للأمهات، بالطبع كما تعرف جميع الأمهات أنه الأطفال أو اللي بيبي هادوما اللي يريقوا عندنا الرياقات اللي نستخدموهم باش ما يتبللش يعني الملابس تاع الطفل، يحكمهم ربما الزكام ولا الربو، خاصه فصل الشتاء. بالنسبه لفصل الصيف من اجل يعني الحفاظ على الرائحه الطيبه تاع الطفل، ما نخليش ابني برائحه مش مليحه. هناك بعض التدريبات اللي نقوموا بها للطفل. اول حاجه هي انه نستخدموا المراه، نجيبوا الطفل معايا كنوع من اللعب، يعني تجيب الام ابنها تقول له دير يعني يشوف روحه في المرآة، يشوف في المرآة. لماذا؟ لأنه المرآة تحفز هي بمجرد الأم أنه تقوم بزم الفم وإصدار الطفل يقوم يقلد نفس العملية. هي هذه العملية تدريب أصلاً للشفاء، يعني حركة الشفاء اللعبة، نعم. ولكن هي الهدف منها هي نعود الطفل أنه يغلق الفم دياله لمدة. نعم. إذن النصيحة الثانية اللي نعطوها للأمهات أنهم يتفادوا يعطوا بعض المأكولات اللي فيها نوع من الحموضة،
أو نوع من الحلاوة الزائدة مثل الحلويات لأنه تدعم وتساعد في إفراز اللعاب. نصيحتنا الثالثة هي أنه الأم تقوم ببعض الحركات أو مساج على طول الشفة. يعني تقوم لماذا؟ داخل من على برا بهذه الطريقة نقوم بحركات يعني دائرية. هذا مدة زمنية يعني قد ما خليك نقدروا نشوفوا يعني قد ما معليش لمدة 5 دقائق ولا يعني قدر الطفل باش نوضحوا للسيدات يعني لهذه الكيفية. فوالا بهذا الشكل مثلا نبدا نواسي لولدي هكذايا. لماذا؟ من اجل يعني تنشيط الدوره الدمويه يعني الموجوده على حواف حواف الشفاه لكي يستطيع الطفل التحكم فيها ويغلق فمه ويقوم بعمليه بلع اللعاب. وهذه يوميا ولا عده مرات طبعاً في اليوم ولا؟ طبعا يوميا عندما نقول وعده مرات في اليوم أكيد. التدريب وش معناتها التدريب؟ التدريب أني نقوم بالتمارين عدة مرات وفي فترات يعني طويلة إلى حد ما حتى نحصل على النتيجة. إذن النصيحة الثالثة هي استخدام الكاتشب والعسل. نعم، كيفاش نعمل؟ قوم الأم بتاخذ شوية كاتشب يعني حاجة خفيفة وتطليها على شوارب الطفل وتقول له أبلع مص. نفس الشيء كذلك بالنسبة للعسل. وأعتقد أنه الأطفال راح يميلوا لطعم العسل أكثر من طعم الكاتشب. ونفس المبدأ أيضا هو التدريب على البلع وال يعني التحكم في الشفاء. هو فيما قبل قلنا ما نمدلوش الحلوى مثلا الاشياء، العسل هو ليس نفس الشيء. ليس العسل ماده طبيعيه وفيها يعني فائده، في حين الحلوى عندها يعني تقوم بتسهل يعني تساهم كثير في الإفراز اللعاب. فوالا إذن عندنا كذلك المساج الثالث عن طريق استخدام مكعب ثلج. مكعب ثلج اللي هو لي غلاسون. فوالا لي غلاسون تحطوا الأم في نايلون أو كيس وتلفوا في قماش وتقوم بنفس العملية حول الشفاه حول دائرة الفم من أجل تحفيز كذلك الدورة الدموية والعضلات هذوما. إذن نصيحتنا الثالثة أنه الأم توبخش لابنها، يعني كل ما تشوفه يريق تعيط عليه وتقول له علاش والآخر. امسحي لوليدك، إلى شتي أنه غلق فمه وبلع شجعيه وحفزي هذا السلوك باش يتعزز عنده كسلوك إيجابي. أستاذة حبيت نسقسيك مثلا وقتاش تبدأ الأم تتحير؟ مثلا ربما في مرتين يكون لعاب يعني بدون ربما عنده أسباب أخرى، يعني ده كان مدة طويلة، يعني شحال هذه المدة؟ هي إلى شفت الأم بأنه ابنها مثلا راح قريب يوصل العامين ولازال هذا المشكل مطروح، هنا تقوم بهذه يعني التدريبات. اصلا اذا كان وليدي ماهوش يسنن وما عنده حتى حاجه وعنده هذا المشكل لابد لي من تدريبات. إذا تحتم علي الأمر نروح نزور طبيب ونشوف السبب وراء هذا. إذا ما نفعوش هذه التدريبات اللي هي تدريبات فيزيائية. إذا كذلك إذا راحت الأم ضيفة وحشمت مثلا تدي وليدها ويبدأ يريق والآخر، دي دايما معك أون باي وخليه يشرب لي جو تاوعه ولا أفيك أون باي، ما تخليش يشرب من الكاس لأنه هذا سيدعم كذلك إفراز اللعاب. خذي دايما معك منشفة وقعدي دايما مع وليدك، كل ما شتي اللعاب امسحي له وشجعيه باش يعني يبلع ويحافظ على يعني نظافته ويغلق الفم تاعو. نعم، هذه هي نصيحتنا إذن أمال لهذا اليوم. شكرا أستاذة، نصائح مهمة قدمتها لكم أستاذة عقيلة في هذه الفقرة. إذا عندكم أسئلة ما عليكم إلا زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/زينة الحياة. إذا تمت فقرتنا لعدد اليوم، نروح نعود نوليو إلى جو النقاش ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة الوطن الجزائرية وفي حصتكم زينة الحياة. ذكركم بأن موضوع اليوم هو حول طفح الحفاضات أو ما يسمى بالتهرية. نعود لك نقول لك دكتور يونس. دكتور يونس كنا تكلمنا عن المضاعفات اللي يقدر يجو جراء طفح يعني الحفاضات. ما هي أسباب طفح الحفاضات الحاد؟ طفح الحفاضات الحاد هو نوع من أنواع طفح الحفاضات، هذا اللي ذكرتيه هو ستون كومبليكاسيون، يعني لما طفح الحفاضات هو عادة حالة خفيفة، يعني احمرار فقط وبعض الألم في في المكان تاع اللي نديرو فيه ليكوش، لكن في بعض الحالات هذا الاحمرار يزيد يتأزم أكثر، يؤدي إلى جروح، يؤدي إلى تقرحات، يؤدي إلى إفراز بعض السوائل، يؤدي إلى حمى، ربما أحيانا تظهر الحمى على الطفل، فهذا ربما يعود إلى عدم معالجة الأمر في البداية أو ترك الأمور تتفاقم أكثر أو إهمال الأم خصوصا. دكتور أو الأستاذ عقيل، يعني سؤال موجه لكم الاثنين، كنت يعني كتجربة خاصة كان يقولوا لي بلي ما ديريش الزيت مع ابنائي مثلا كي يحكمهم طفح الحفاض، كنت نحب ندير لهم الزيت، كنا دائما عندنا هذيك العقليه تاع زيت الزيتون، كي نديروا زيت الزيتون. هل هذا صحيح؟ يعني هل الزيت مفيد للعلاج طفح الحفاض؟ هو الاصل في العلاج تاع الاريتام هذا ولا الالتهاب هو انه نخليه البشره تاع الرضيع ناشفه. هناك تجارب ولا مدارس تقول بلي استعمال الزيت خصوصا زيت عباد الشمس مفيد للبشره. هناك كذلك من يقول ان الامر قد يفاقم الطفح، اذا هناك بعض الاختلاف في هذا الامر، ما كاينش تحديد. انا بالنسبه لي كتجربه خاصه، يعني زيت عباد الشمس مفيد جدا لطفح الحفاض، بحيث انه الام تستخدم الدواء الاحمر على الاحمرار هذاك، ومن بعد تزيد بقطن يعني حاجه خفيفه توسي الزيت عباد الشمس، بروميرمون ينحي لك لا دولور هذيك تاع الاحتكاك ولا اخر، يولي الطفل اللي يبكي بزاف، تخفض من مستوى الالم ونحده بكاء الطفل، وين الطفل يرقد بسلام. بعد 3 أو 4 ساعات راح تلاحظ الام انه المنطقه هذيك بدات تقشر وظهور يعني جلد سليم، يعني عن تجربة حقيقة مفيد جدا في علاج هذا المشكل. أستاذة عقيلة، بعض الحالات الأمهات مثلا يكون ابنهم يعاني من طفح الحفاضات وما يسمى بالتهرية، وعندما تذهب مثلا في ضيافة يعني الأهل والأقارب والأصدقاء، ربما عندما تغير حفاضات ابنها يشوفوا ذلك الطفح، ربما يفكروا أن هذه الأم مهملة في ابنها مما أدى إلى ظهور يعني هذا الطفح ولا هذه التهرية يعني اللي تأدي ابنها. لا، هذا لا يعني أنه ابنك سيدتي مرض بطفح الحفاض معناتها مهملة بدرجة الأولى. كما قال دكتور مقبيل، قد يكون السبب راجع إلى التغذية، قد يكون السبب راجع إلى تغيير نوع من الحفاض، لأنه تغيير يعني ماركة حفاض لماركة واحدة أخرى قد يسبب طفح الحفاض. ما يقلق السيدة لما تروح كضيفة في هذه الحالة هو بكاء الطفل نتيجة ذلك الألم، هي ماش تقعد ألاز كي يكون وليدها ماهوش نورمال. لذا النصيحه اللي قلناها مقبل تاع زيت المائده مثلا قد يساعدها كثير، يعني تدي قرعه زيت مائده معها سوف تحل المشكل نهائيا. شكرا استاذه. دكتور، بعض الحالات كيكون الطفح حاد كما كنا تكلمنا منذ قليل يفرز بعض السوائل، ما هو سبب افراز هذا السوائل يعني من الجسم؟ هي هذا السوائل هي نوع من انواع الاستجابه، يعني الجسم يتفاعل باش يعالج هذا المشكل، كاين مشكل في الجسم فيفرز مثل هذا. هو الافراز هو نتيجه التهابات، الالتهاب هذاك يؤدي الى انه الجسم لا سيركيلاسيون تكون قويه في البلاصه هذيك، في المكان هذاك الجسم يولي يبعث بزاف الدم المكان هذاك، كريات الدم البيضاء باش يحاصر المشكل باش ما يتعممش في الجسم، لانه السيستم تاع المناعه تاع الجسم يتفاعل مع هذا الامر. احيانا يؤدي لما تكون حاله حاده الجسم يفرز هذه المواد
وتخرج في الجسم عن طريق احيانا قيح احيانا بعض الافرازات سوائل كما ذكرتي. فهذا نوع من انواع الدفاع للجسم عن نفسه. ماذا عن يعني افراز الدم؟ يعني هل يعني بلغت يعني الوضعيه خطوره يعني كبيره؟ لا لا لا، هو الدم هذا لا يعني انه بلغت خطوره. كما ذكرت منذ قليل لما يكون هناك التهاب الجسم يولي تكون الدوره الدمويه كبيره بزاف في البلاصه هذيك باش يدافع الجسم على نفسه. فسيلان الدم لا يعني انه هناك خطر ولا شيء من هذا القبيل. هناك بعض الجروح تحدث تقرحات، الجروح هذيك احيانا يصير منها الدم، لانه السبب في التقرحات هذه ولا لي كومبليكاسيون اللي ظهرنا عليها ولا الطفح الحاد هو انه كاين في جسم في اجسامنا كل واحد البكتيريا واحيانا دي شامبينيون بكتيريا ستريبتوكوك، ولما يتفاعل معها الجسم باش يمنع هذه البكتيريا من التكاثر ولا من ان تدخل في دم الانسان فيؤدي الى ظهور مثل هذه الاعراض. وباش نطمئنوا الامهات دكتور، كي يخرج مثلا او يفرز الجسم يعني الدم كيفاش تتعامل معها الامهات؟ عموما يعني التعامل مع هذا المشكل تاع الطفح ولا الريتام هو أنه الطفح هذا مش حاجة خطيرة، مش مرض خطير، هو حالة نتيجة مشكل معين، هو كثرة الرطوبة في المكان اللي نداروا فيه الحفاظات أو نوع الحفاظات أو تغذية الطفل أو استعمال بعض الأدوية أو مرض آخر أدى إلى هذا الأمر. حتى ولو كان دي كومبليكاسيون الاصل ان تزور طبيب يوصف لها ادويه للرضيع تاعها، تاخذ العنايه اللازمه بنظافه ابنها، تغير الحفاظات دائما، تحرص على انه ابنها يكون ناشف ما يكونش مبلل دائما، تتغذى هي تغذيه صحيحه، ابنها تغذيه تغذيه صحيحه، كل هذه الامور تؤدي الى ان نعالج المشكله وما تتفاقمش اكثر. شكرا جزيلا دكتور. اذا الان مروا الى فقره الفيسبوكيات مع زميلتي ليندا، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرا أمال، مرحبا بكم أنتم متتبعي وأوفياء قناة الوطن الجزائرية وبرنامج زينة الحياة وطبعا فقرة فيسبوكيات. كنت كتار اللي بعتونا بأسئلتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك www.facebook.com/زينة الحياة، وإحنا بدورنا راح نحاول قدر المستطاع أننا نجاوب على أسئلتكم مع الدكتور يونس والأستاذة عقيلة. نمر الآن إلى السؤال الأول اللي يخص امرأة راهي او ام راهي تقول انه ابنها في عمره 7 شهور ويحب يقعد، راهي تتساءل وتقول يا دكتور يونس هل هذا يعني شيء طبيعي او هل يمكن انها تقعد ولدها وهو في عمره 7 شهور ولا مازال شويه؟ دونك اذا كان السؤال اذا كان يحب يقعد وحده ولا يقعد تسمى الجلوس، اذا كان وضعيه يجلس الجلوس يعني تعني وضعيه الجلوس فهذه حاله عاديه جدا. بالعكس الطفل اثناء النمو تاعو يلحق سن معينه 7 اشهر كما ذكرت يبدا يقدر يجلس عادي وحده، ما يطيحش، ما تخافش ما راحش يطيح، لانه خلاص اكتسب هذه المهاره، هذه مهاره اكتسبها الطفل فلا داعي للقلق والخوف. شكرا دكتور. نروح الان للسؤال الثاني وهو يخص امراه حامل، سيده حامل راهي تقول انها في الشهر الثالث من حملها وعندها مشكل انها تحب ترقد على كرشها يا دكتور، اي تقول هل هذا الشيء ما ياثرش على 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 الحمل تاعها؟ الشيء العادي والطبيعي انه الانسان ينام ويرقد على ظهره، فالنوم على البطن حاله استثنائيه وحاله غير مرغوب فيها وغير منصوح بها، ما ننصحوش بها الناس خصوصا إذا كانت المرأة حامل، فهذا ربما قد يشكل ضرر وخطر على جنينها، فنحن ما ننصحوهاش أنها ترقد على كرشها. هذه تدخل في العقل الباطن تاعها، هي تتصور أنه لو كان ما ترقدش على كرشها ما راحش ترقد، ألور كو سيفو هذا خطأ. لما تقنعت نفسها بهذا الأمر اقتنعت به وترقد على كرشها، تعاود تبرمج نفسها على أساس أنه ترقد على ظهرها حفاظا على صحتها وصحة جنينها. وحتى في شرعنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على النوم على البطن وقال أنها نومة الشيطان، فأكيد
كون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر فيه مضار شرعا وعلى صحتها وصحة جنينها. شكرا دكتور. إذا نمر الآن للسؤال الثالث وهو سؤال لأم راهي تطرح سؤالين. السؤال الأول يتقول يعني وقتاش نقدر نحط تحط لو بيبي تاعها فوق مشاية. والسؤال الثاني راهي تقول يا أستاذ شحال من خطرة توكلوا مش ترضعوا توكلوا في النهار. العمر تاعو الطفل ما راه ما حطتش الله أعلم كتموا شوية كتموا نعم. المشاية تبدأ أصلا وقوف الطفل ولا الرضيع بمساعدة ما يبداش يوقف وحده يوقف افيك ابوي يعني يشد في حاجة ولا يشد فيك أنتية ولا يشد فيك تبدأ من الشهر السابع. إذا بداية من الشهر السابع تقدر تحطه في مش حتى قبل يعني قبل الشهر السابع في الشهر السادس تبدأ تحطه في المشاية وتخليه يتعلم هذا المهارة تاع المشي مع مرور الوقت يبدأ يستمتع بها إن شاء الله. أما قضية الأكل يختلف باختلاف العمر. كتموا نورمالمون يبقى يرضع بالرضاعة الطبيعية اللي ذكرناها بعد ما يفوتوا لي 4 موا والرضاعة الطبيعية قلنا باللي نعاود نأكدوا ونذكروا باللي من 8 إلى 12 خطرة في اليوم بعد ما يفوتوا 5 شهور كامل يعني خلاصوا 5 شهور ونبداو ندخلوا في الشهر السادس تبدأ المرأة في إدخال بعض الأغذية للرضيع تاعها باش يتعود عليها بشوية بالغذاء فغذاء يعني بالحاجة دخلوا مثلا دي بيوري دخلوا ترابيلوا بعض الخضر وهكذا حتى يتعود على الغذاء. شكرا دكتور. نوصلوا فقرتنا وسؤالنا الرابع والأخير باش نحب نذكر برك المشاهدين أنه نحن نأخذ كل الأسئلة بعين الاعتبار يعني هناك بعض الأسئلة ربما تكون غريبة نوعا ما يعني في إطار معين يعني هي تخص طبعا الأمهات وأبنائهم لكن نوعا ما غريبة. نروح نشوفوا الآن السؤال الرابع اللي راهي هي أم وراهي عندها ديجا طفلة يعني عندها بنت وراهي تتساءل وتقول أنها حابة تحمل بتوأم راهي تقول باللي ربي سبحانه هو اللي يرزق وكلش في يد ربي بصح راهي تحوس على طريقة علمية ممكن إذا كان أستاذ أو دكتور إذا كان هناك طريقة علمية أو بعض التدابير أو ديزاستيوس اللي باش تحبل بتوائم الطريقة العلمية في على حسب علمي الوحيدة اللي تقدر بها تضمن أنها تحمل بتوائم هي التلقيح الاصطناعي لأنه التلقيح الطبيعي لا يتحكم فيه طبيب أو دواء معين بل هي تلقيح البويضة كيفية تلقيح البويضة هو الذي يحدد الحمل يكون عادي ولا توأم. أما إذا أردنا أن نحدد إذا كان حبت تهز بتوأم فهذا يتم بالتلقيح الاصطناعي. شكرا لك دكتور. كانت هذه فقرة الفيسبوك لعددنا اليوم. نحب دائما نذكركم بصفحتنا على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك www.facebook.com/زينة الحياة. ما نشرح نتغاضوا على أي سؤال إن شاء الله وهذا كله راح يكون بفضلكم. شكرا لكم ونعود نولي لك أمل. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء مجددا. نذكركم بموضوع حلقة اليوم اللي هو طفح الحفاضات. نعود نرجع لك دكتور، ما هي طرق علاج طفح الحفاضات أو يسمى بتاريا؟ طرق العلاج أولا تبدأ بتصرفات ولا وقائية ولا ديجست يعني تاع لا مامو. أول حاجة ما تخليش الحفاضات مدة طويلة، تحاول تغير الحفاضات دائما ولا بصورة متكررة. ثاني حاجة أنها تحرص على أنه في بعض الحالات تخلي البيبي تاعها يتهوى شوية. ثالث حاجة تحرص أنه تنظف البيبي تاعها مليح لما يوسخ ولا يبول حشاكم تنظفه مليح. رابع حاجة كذلك كاين بعض الكريمات ولا المراهم اللي يستعملوهم مصنوعين من الأكسيد تاع الزنك على باز دوكسيد دو زنك، هذو هما لا باز تاع التريتمون يعني العادي يعني تاع الحفاض تاع الالتهاب العادي مش الالتهاب الكبير. احيانا نلجأ الى
استعمال بعض المضادات الحيويه ديزونتيبيوتيك في حاله التقرحات. احيانا قد يلجا الى استعمال الكورتيكويد كذلك، لكن هذا في النادر. هذه بعض يعني الطرق العلاجيه للشفاء وليرتاح. كذلك عادة الأمهات يستعملوا اليوزين، كذلك مفيد لأنه ينشف البشرة تاع الطفل. الزيت عباد الشمس اللي هضرنا عليه منذ قليل، كل هذه تدابير وأمور تخلي الأم تعالج هذا الأمر بسرعة. دكتور، كذلك كنا تكلمنا في ما قبل أنه نخليه الطفل يعني للهواء يعني لمدة معينة، هل تنصح دكتور بأن نستبدل لفترة معينة الحفاضات يعني اصطناعية بمثلا ما كان يستعمل فيما قبل، هي يعني القماش يعني كما نقولوا نقمطوا يعني الطفل بقطعة قماش كما كانت تفعل أمهات لي بوينت ولي كاري؟ نعم، إذا كان هذا ممكن، هل الأمهات يرضوا بهذا الشيء؟ ما نظنش ترضوا بهذا الشيء. لا يعني فترة يعني أنه الإبن تحا ولا البنت تحا يعني يبرأوا. لا، المشكل ما يحدثش من الحفاظات بحد ذاتها. المشكل يحدث من طريقة استعمالها، من أنه الأم تخلي الإبن بالبلل هذاك، لكوش مشمخة تخليها به. دونك هذه يعود بوكو بليس للأم، لازم تكون حريصة شوية على. وحبذا لو كان استعملنا اللي كوش هذو اللي راكم تهضروا عليهم، الأقمشة هذو أحسن. لأنه كاين بعض الالتهابات اللي تحدث نتيجة ينالرجي المواد اللي يصنع منها الكوش. فالقماش أحسن من النيلون هذا اللي يستعمل، ولو أنه متعب بعد ذلك. متعب لكم أنتم تحبوا الراحة. دكتور، سؤال برك دكتور، يعني وش نصحوا الأمهات يعني كم من مرة يبدلوا الحفاض في اليوم؟ اللي ننصح بها الأم أنها تكون حريصة وتطلع على وليدها، لأنه ما نقدروش نقولوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس خطرات، ولا تكون حريصة واقفة على وليدها، تشوف كي ينفو يخمج وليدها تبدل له الكوش، ما تخليهش هكذاك بالكوش. سا سفي با وراه يتقلق الابن، راح يتقلق من هذا الشيء، إضافة إلى أنه راح ينظر يصرى له هذا الالتهاب، حاجة تقلقه. هل من تدابير أستاذة عقيلة في نفس الموضوع؟ إذن كما قال الدكتور، الحرص على تبديل يعني لاكوش أكثر الحفاظ للطفل أكثر من مرة، هذا ربما سيقي يعني أو يحمي الطفل. أما النصيحة بالعودة إلى القماش، لا أعتقد أن كثير من السيدات سيعارض. شكرا أستاذة عقيلة. إذا نروح نشوفوا هذا التقرير اللي فيه أهم ما جاء من مستجدات في عالم الأمومة والطفولة، ثم نعود بعد ذلك. عندما تقوم الأم بتنظيف المصاصة أي اللهاية في فمها، يؤدي ذلك إلى تقليل خطر إصابة الطفل بالحساسية. بحسب دراسة حديثة أشارت نتائجها إلى التأثير الوقائي لهذه الطريقة ضد الإكزيما وأيضاً الربو، وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين 136 رضيعاً استخدموا اللهاية خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، أبلغ آباء وأمهات 65 طفلاً أنهم كانوا يمصون لهايات الطفل لتنظيفها، وتبين أن هؤلاء الأطفال انخفض لديهم الإكزيما والربو عندما تم فحصهم في 18 شهراً، وأن خطر الإكزيما ظل منخفضاً عند فحصهم مرة أخرى في عمر 36 شهراً، ولم يشمل ذلك الربو. أجريت هذه الدراسة في مستشفى الملكة سيلفيا للأطفال في السويد، وأشارت نتائجها إلى أن نقل الميكروبات من فم الأم إلى الطفل يمكن أن يعدل خطر الحساسية، وأنه خلال فحص البكتيريا في لعاب الأطفال أمكن تمييز أيهم قام آباؤهم وأمهاتهم بمص اللهاية وأيهم لم يفعل آباؤهم ذلك. وقالت نتائج الدراسة إن تعرض الرضيع للعاب الأهل يسرع من تطوير مجمعات البكتيريا على غرار تلك الموجودة في الأمعاء، وأن ذلك مفيد للطفل من ناحية تعامل جسمه مع الميكروبات عن طريق إنتاج الأنسجة الليمفاوية في الفم والبلعوم، مضادات لحمايته.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى إلى هذا الفضاء اللي يتناول دائما المواضيع المتعلقة بصحة الأم وابنها. موضوعنا لنهار اليوم هو حول ما يسمى بالطفح الحفاضات أو التهرية. إذن دكتور، هنالك من ينصح باستعمال النشاء أو ما يسمى بالمايزينا في يعني التداوي من هذا الطفح؟ تجربة الأمهات ربما ثرية في هذا الموضوع. كل أم وش والهضرة تاع نساكي تعرفي واحد تقول لك دير هذه النشاء فعلا، لكن النشاء فعلا يستعمل في مداواة هذا الأمر. كيف ذلك؟ يعني كيف يستعمل؟ يوضع في على يعني الأماكن، يعني كغبرة يعني ما نبللوش ولا لا ما نبللوش، يوضع كغبرة على المكان اللي فيه التهاب. هناك يعني دلائل تقول بأنه إلى إيفيكاس يعني يؤدي إلى نتيجة، إضافة إلى المواد اللي ذكرنا مثل كالتالك ربما كذلك. كذلك الزيت اللي ذكرنا هذا، وين إضافة إلى الكريمات اللي والمراهم اللي تستعمل، كل هذه تساعد على شفاء الطفل إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. أستاذة عقيلة، بعض المرات إحنا كنا تكلمنا طيلة كل هذا العدد عن مثلا عندما نخلو طفلنا يعني مبلل أو في بمدة طويلة يعني في الحفاضات، ربما بعض الحالات الأمهات يعني وللأباء بصفة عامة ليس لأنهم أهملوا طفل ديالهم، ولكن بعض الحالات لأنه مثلا هنالك غلاء سعر هذه الحفاضات، يعني بغض النظر عن الماركات، يعني الماركات الغالية جدا، يعني مهما كان سعر الحفاضة يبقى يعني هي ميزانية في الميزانية العامة للعائلة، ويعني تثقل نوعا ما يعني هذه الميزانية العامة. إذا واش تقدري تقولي لنا أستاذة؟ حقيقة هذا مشكل لبعض العائلات، رغم أنه يعني الأم تقول لك نحيها ما على باليش منه شلوش ليكوش لأنه تساعد في تربية الطفل في الوقت الحالي. ولكن إذا كان يعني وصلت لحد أنه يعني الأب ما قدرش يوفر لابنه هذا الحال الحفاظ، تقدر الأم تستخدم خطرة الحفاظ وخطرة يعني القماش. يعني مين داك حفاظ مين داك قماش، أو تستخدم القماش في النهار والحفاظ تخليه في الليل مثلا، أو عندها زيارة الطبيب بعض نعم الحالات، أو نعم عندها كي تكون عندها خرجة ولا هي تعرف توازن. إذا كانت ميزانيتي هنا كل واحد يعني قدرة على تحمل المسؤولية، إذا كانت ميزانية العائلة ما تسمحش. أنا كأم داخلة في لاجيرونس تاع ليكونومي في لا فامي يعني الاقتصاديات العائلة، اتحمل نوعا ما المسؤولية ونستخدم هذا القماش، وما العيب في ذلك. يعني زمان تربوا الناس كامل هكذا، اجيال يعني تربت بهذا الطريقة. بالعكس هناك دراسات اظن دراسة في انجلترا وين هناك جمعيات تاع المحافظة على البيئة عندهم يعني شعارات مناهضة باستعمال الحفاظ لأنها من مسببات التلوث، ناهيك عن أنها تسبب بعض الأمراض للأطفال بسبب الكيماويات المستخدمة في صناعتها. وينصحوا ويدعوا النساء يعني الإنجليزيات بالعودة إلى استخدام القماش. القماش داكو. إذا كلمة أخيرة دكتور يونس. كلمتنا الأخيرة، ننصح الأمهات أنه يكونوا حريصات على نظافة الأبناء ونظافتهم هما شخصيا، لأنه الأمر هذا ربما بسيط وعادي لكن قادر يؤدي إلى مضاعفات، ويلتزموا بالنصائح اللي ذكرناهم خلال هذه الحصة. وهذا مشكل عادي ولا يحتاج إلى قلق ولا خوف من طرف الأمهات. كلمة أخيرة أستاذة. إذن كلمة الأخيرة، اعتني بطفلك لأنه زينة حياتك. كلمة أخيرة ليندا؟ راي دير الإشهار الفقرة تاعها. احنا نقول لكل المشاهدين وكل اللي راهم يشوفوا فينا، ما تنساوش دائما فقرتنا على أو صفحتنا على الفيسبوك زينة الحياة، وأنا تاني أمل راني ندير شوية إشهار الفقرة تاعي فقرة فيسبوكيات، ما تنساوناش. شكرا أمل. شكرا. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية عددنا لنهار اليوم اللي تكلمنا فيه عن طفح الحفاضات أو ما يسمى بتهرية. إذا كان عندكم أسئلة اقتراحات وحتى انتقادات، ما عليكم إلا إرسالها على صفحتنا للفتاة على الفيسبوك اللي هي كما تعرفوا www.facebook.com/زينة الحياة. نضرب لكم موعد في العدد المقبل إن شاء الله.